Schwer. الأمراض اللي بيفقدوا فيها القدرة على الحكي
بس عملوا لهم علاج بالموسيقى صاروا يقدروا يرجعوا يستعيدوا الكلام، بس لانه البارتي اللي مسؤوله عن الموسيقى بتخلي كل يعني الدماغ يرجع يشتغل مثل ما لازم، بيرجع بيصير يقول كلمات مع اغنيه. فري جو بيعتني بالولاد او غير الولاد مشاكل بصعوبات تعليميه او شيء، كان كثير مفيد لانه الميوزك هي حياه. فاجمل شيء كنت تفوت الحياه على قلب السيشن اللي لها تما تكون ممله، واستفدنا كثير من انواع الميوزك اللي استعملناها ومن الطرق اللي استعملناها بالبادي لانجوج او باي شيء كان، او نزيد الاويرنس عند الولد بالنسبه للسبيشال اورينتيشن او اي شيء. فكانت تجربه كثير حلوه. شكرا.